فكثير من الضلال يقول إن عمر رضوان الله عليه عطل حد السرقة في عام الرمادة، وهذا خطأ، ونسبته إلى عمر رضوان الله عليه لا تجوز، بل إن ولي الأمر عليه أن يعزر من قاله، لأنه حاشى عمر الفاروق أن يعطل حدا من حدود الله جل وعلا. فالقول بأنه عطل الحد قول لا يجوز، وإنما لم يجب الحد أصلا، فلا يكون حينئذ له معطلا، لأن السرقة من أجل إقامة الحد عليها لا بد أن تتوفر شروط: أن يكون المسروق نصابا، وأن يكون المسروق في حرز، وأن يوجد شاهدان عدلان، وألا يكون السارق مضطرا، وألا يكون ساقط الأهلية، إلى غير ذلك مما اشترطه الفقهاء لإقامة حد السرقة بقطع اليد. وفي عام الرمادة أمسك الله رب العالمين عن الأرض القطر، فتشققت أقاديد أقاديد، وكان الجو معبأ بالرماد، فسميت بعام الرمادة، لأنه لغياب القطر والغيث كان التراب على الأرض كثيفا، فكانت الريح تسفيه، فسمي العام بعام الرمادة. وأكل الناس كل ما وجدوه مما يحل أكله، وبعض ما وجدوه مما يحل أكله لم يستسيغوه، فكانوا يذبحون العناق، فيجدون تلك العناق لا مخ فيها، أي في عظامها، وإنما هي جلد على عظم كما يقولون، فلا تسيغها أنفسهم. في هذا العام كان من يسرق ويمد يده لما لا يحل له يفعل ذلك ليعيش، وهذا إن وقع فلا قطع فيه، وعليه فلم يعطل عمر رضي الله عنه حدا لله جل وعلا وما ينبغي له. إذن هذا الإيراد قد يرد على كثير من الأذهان، يقول قائل إن الإنسان إذا كان في حال ضرورة فقد أبيح له، أن يأكل الميتة والخنزير فصار حلالا، وإذا كان مضطرا لم يجب الاجتناب، إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم، لا محرم مع الضرورة ولا واجب مع العجز. لو قال لنا قائل فاجتنبوه عام فيشمل اجتناب أكل الميتة عند الضرورة، فالجواب لا يشمل، إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم. وهل يجوز فعل المحرم عند الضرورة أو لا؟ الجواب يجوز، لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فمن اضطر إلى أكل الميتة جاز له أن يأكل منها بقدر، ومن اضطر إلى أن يأكل لحم الخنزير جاز له أن يأكل من لحم الخنزير بقدر، يعني بما يحفظ عليه حياته ولا يتجاوز، فالضرورة تقدر بقدرها. ومن اضطر إلى شرب الخمر جاز له شرب الخمر بقدر، ولكن الضرورة إلى شرب الخمر تصدق في صورة واحدة، وهي إذا غص بلقمة وليس عنده سوى الخمر، فإنه يشرب شيئا لدفع تلك اللقمة، وأما شرب الخمر للعطش فلا يجوز. قال أهل العلم: الخمر لا يزيد العطشان إلا عطشا، فلا تندفع به الضرورة. وإذا اضطر شخص إلى محرم فهل له أن يزيد على قدر الضرورة؟ بمعنى إذا حل له أكل الميتة فهل له أن يشبع؟
الجواب يجب أن يقتصر على ما تبقى به الحياة فقط ولا يشبع، والصحيح في هذا التفصيل، فإن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيحصل على شيء مباح قريبا فليس له أن يشبع، أو كان معه شيء يحفظ به اللحم إن احتاجه أكله فهنا لا حاجة للشبع، بل يكون بقدر ما تندفع به الضرورة، وإن لم يكن كذلك فله الشبع. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من وحي الحديث يطوف البرنامج في بستان أحاديث خير البشر صلى الله عليه وسلم، والقائم على البستان فضيلة الشيخ الدكتور أبو عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله.